بغيتيش تبدل الطوموبيل ديالك طوموبيل هيونداي جديده لوفر ايزي ريبريز هي اللي غادي توالمك مع ايزي ريبريز ديال هيونداي غنشري من عندك طوموبيلك باحسن ثمن كاين وغنعطيوك اون غوميز على طوموبيل جديده من اختيارك وهادشي كامل قل من ساعه المكانه اجي معايا تشوف كنبداو باول مرحله واللي هي لو رونديفو من لا بلاتفورم هيونداي كونيكت او لا ايزي ريبريز اللي كتدخل ليها من لو سيت ويب hyundai.mr او لا لابليكاسيون موبيل هيونداي وغادي تدخل المعلومات ديالك باش نتصلوا بك لو كوميرسيال ديال هيونداي غادي يعيط لكم باش يعطيكم معلومات اكثر ويختار معكم الوقيته ديال الرونديفو اللي كيناسبكم السلام عليكم وعليكم السلام خديت معكم رونديفو بوغ لوفر ايزي ريبريز مرحبا سيدي تفضل معايا ميرسي باش نديرو التقييم ديال سيارتك القديمه كناخذو التصاور ديالها زائد المعلومات اللازمه باش كنقدروا نحلوا لو دوسي ديال لا ريبريز من بعد غادي ندخلوا الطوموبيل عند لي زيكسبير في سيرفيس ابري فونت هيونداي باش يديروا الفحص الكامل ويعطيونا التقرير التقني ديال سيارتك واللي ما كيفوتش 30 دقيقه وفي قل من ساعه ديال المكانه غتوصلك لا نوتيفيكاسيون ديال القيمه ديال طوموبيلك القديمه طوموبيلك القديمه سيدي جات 130000 درهم واللي هي افونس على طوموبيلك الجديده وغادي تستافد من اون غومي سبيسيال كتوصل حتى 30000 درهم على حسب السياره اللي اختاريتها وهذه هي لو وين تنقدر ناخذ طوموبيلتي الجديده لا ديسپونيبيليتي موجوده وفي كاع لي موديل الوقت اللي بغيتي غتلقى طوموبيلتك الجديده كتسناك